مجهودات كبيرة من أجل السهر على راحة هؤلاء المسنين اللي كنعتبرهم هنا الآباء ديالنا والأمهات ديالنا. الصلاة على الآباء والأمهات ديالنا اللي كنهديهم اليوم سلاما. إذا رفع إلى السماء كان قبرا مستديرا، وإذا نزل إلى الأرض كساها سندسا وحائرا، وإذا مزج بماء البحار جعله عذبا قنطريرا. هذا سلام حار لكل المسنين والحضور. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شكرا. التمسوا لكم الوقوف احتراما للمشيد. التي كانت تعيش في هذا المركز مشهورين المحسنين على الدعم، أنها وفتها المالية في الأسبوع الماضي، فنسأل الله أن يتجاوز عنها، اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم تب عليها، اللهم إن كانت محسنة فزد إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها، يا ربي ثبتها عند السؤال وأضيع نصيحة جنان، يا جلال وعلا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لكم الصحة والعافية لجميع المسلمين. وكما قلت سالي أولا كنتمنى إن شاء الله الأراضي الفلسطينية أو خاصة قطاع غزة يعيش بسلام، خاصة في العيد نفس الأجواء ديال العيد. وبغينا جميع المسلمين يكونوا بشكل هذاك الروح التسامح والتضامن مع هذا المسجد غزة. وفي السياق أولا واحدة كنترحموا على السيدة رحيمي الزهراء، وهي نزيلة مسنة الأسبوع يعني الماضي توفات في الدار دار المسنين، وفي هذه المناسبة كندعو لها الرحمة والله يجعلها في الميزان المقبول إن شاء الله. في هذا الإطار هنا هذا الفطور هو فطور لإفطار عمل إفطار لفائدة وتوزيع كسوة العيد لفائدة نزلاء المسنين اللي كيتواجدوا في المركز للمسنين بالمحمدية. وفي هذا الإطار كنشكروا مدير دار المسنين أو المركز الاجتماعي استيصال جدوى في هذه المبادرة ديالو، وجميع الفطور اللي كتسهر طيلة هذا الشهر على هذا النزلاء. وهذا العمل كنقوم بالتعاون مع مؤسسة السمراء اللي كيترأسها السي حسن زريف، وتصبحوا علينا أنه هو اللي كيتعاون معنا. السي حسن زريف يتكلف اليوم بالإفطار وبالعملية ديال توزيع الألبسة، وكنشكروا جميع المتعاونين خاصة السي بوسلهام خدوه خديجة وهي مستشارة في المجلس البلدي حاضرة معنا. السي سعيد اللي جعل من ألمانيا توحر ديال ألمانيا، الناس ديال ألمانيا حاضرين معنا كيتعاونوا معنا. كنشكروا السي المصور ديالنا السي عبد العالي والزوجه ديالو اللي حاضرين معنا هما، وكنشكروا جميع الاوبر ديال جميع المنازلات اللي تعاونوا معنا، وكنشكروا الفنانه اللي غنديروا معها بالمناسبه نكرم واحد ربعه الفنانين وهي السيده فليفلا او المعروفه بزهور السناني، وسعاد رجائي، ومرت حديد ديال سعاد وزاني، وصرت على الفنانة دائما 10 سنين كيتضامنوا معنا، وخصنا نوالد الشهر المبارك باش وان شاء الله غير فنانة اخرين ان شاء الله كنسير الشرقي كنسير الهيواز فجاو لا حد معنا الفنانين عندهم ان شاء الله مناسبات اخرى ان شاء الله غيكونوا. وكنشكروا اللاعب الدولي صاحب الكرة الذهبية السي احمد فارس، وهو اللي ان شاء الله قريب يكمل 40 سنة باش خدا هذا السنة الماضية كنا وقت كنا خدنا 40 سنة نسيت ولا 40 سنة ان شاء الله سيدي نعود عليها. كنشكروا الجمعية الرياضية الصحفية بكثرة السي بالبوداني والسي شروق والسي محفوظ حاضرين معنا. نشكر القناة الأولى اللي حاضرة معنا لأن جو كيجريو القناة الأولى اللي بغاو يحضروا هذه الملعب، كنشكرهم. محمدية بريس، نشكر محمد رايق سي بوعقيق والأحداث المغربية. كنشكروا مجيدة الصحفية عن الأحداث المغربية والسي الوراق عن الأحداث المغربية المصور، وجميع ترابي ومؤنس وجميع من شارك معنا هذا الحفل. وكنشكروا جميع المنابر الصحفيه، وكنشكر العائلات اللي حاضرين معنا، عائله فكاس حاضره معنا، شكرا لواحد بعد الشركات المواطنه اللي حضروا معنا تاهما حاضرين معنا، وجميع النزلاء، وشكروا قسم العمل الاجتماعي العمل محمد السيف الخرابه اللي حاضر معنا،
وكنشكروا جمعيه رياضيه لطب الاسنان وهي السيده رقيه حاضره معنا الجمهور قناه خصيصا ووعدتنا باش تصوب لي خوات لهذا الناس لان تكلف ليا بالاسنان يعني باش تعالج لهم الاسنان جات لهم خصيصا باش تكلف وهاد الناس ملي كيبقاو معنا وكنشكروا اللي ما كنشكروا جميع اللي حضر معنا واليوم غادي نضحك ان شاء الله تقدم على لطيفه بركه لطيفه وجميع الحاضرين عندنا أسوة العيد وهي ابنة مدينة القصبة خير القصبة لا 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 يا بنتي حيدي حيدي تقدم لها السيدة أبو سهام وهي مستشارة من المجلس الأدبي في القاهرة عند المجلس الأدبي في بلادها سير فاطمي لأن ما كيشوفش السيد قدم الغرزوني محمد غرسي فارس دائما قافلة من المحمدية إلى مدينة العيون 2010 وهذا السنة كان الشعار نتمنى هذا الخير أو هذا التضامن يتكثر عندنا في هذا البلاد زيد على الأخ الدو زيد أسي حاجة تسولي صفى على الأخ الدو صفى على الله يسمح لنا من الوالدين تفضل معنا الأستاذة لطيفة بكس وهي فاعلة جمعوية كنشكر فرقة راني من بعد التوزيع وتكلم تقول عندنا فرقتنا راني من المحمدية وهما مجموعة الأندية خلي درك داخل والطوابل طوابل يا سي عزيز بلاشي 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 تقادم بس انا كنساهموا في العمل الجمعوي والعمل التضامني وهما الفنانين اللي كيشاركوا العطاء ديالهم والحضور ديالهم كيدعموا جميع الانشطه الجمعويه الظهور السليماني فليبلا المراقبه فليبلا السيد حسن زريد اللي هو اللي طوع اللي لان الفنان دائما كيطوع في جميع الانشطه وبشاره تاع مؤسسه الصومال حتى واحد القاف المالي لا تفضل معنا سعاد رجعي وقلع مرتديدا تفضل جميع جمعة مشروعين ديالهم اعطوها الشعر ديال الزهور جمعة
نرجعوا جس الشقيق الدوحه والدوحه سبينا يلا احنا معلمه مزيان خليني ما مصورش حتى مزيان اللي كاين خير عندنا ما كاينش مجدة قال لي مجدة كاين حوش باغي وكان تسنى بك الزعيم ديالي قال لي بقاي مشى عند ثانية فاش قال لي وتيش مجدة قال لي ماشي نعمل لك المرأة بالزبيب وكان تسنى بك وجه الحبيب قال لي بقاي ومشى عند ثالثة طلع دكا لي ما عندناش شايفة القرعة لا زميل طول وجوج متر عمق قال لي تيش مجدة قال لي مجدة قال لي بشارة من فوق هو سنة بك وجه الغول قال لي تبعيني دابا عند عدول سبعة غرار وتسالوني ثلاثة عصيرات في الكارطة. لو مرتو حتى فيه وعش شوية فاق قادر البطروق مسمن. أعطى بنتو مسمنة ولدو مسمنة مرتو مسمنة وشدو مسمنة. قعقلوا مع